بسم الله الرحمن الرحيم. يعني إذا كان يقف على المنبر ويدعو الله تبارك وتعالى في دعاء الجمعة لم يثبت أنه رفع يديه عليه الصلاة والسلام، وإنما كان يشير بسبابته اليمنى فقط بأبي وأمي وروحي. فإذا دعا بالاستسقاء أي بأن ينزل الله المطر رفع يديه حتى يظهر أحيانا بياض إبطيه عليه الصلاة والسلام. أما رفع اليدين بالنسبة للمأموم في الجمعة فهذا أيضا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم.